بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه: باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست. وعن كسو جر كتاب الديات مكتئي أحكام تذي. باب العين العوراء إشي أرق الآن تايد ببابيا العوراء وإشا حقا نتشوكت، لكن أحبا أركين السادة أو ذي سيب بحنيس اللي مكانها بوسك وإب بحنيس هاي قدك يحدقدي إيش واجوكتا وإيل قروح سنين لها وإيك لكن حوام ما أركيس ننك أنك ورق محمودة يا إيش هاي وناك سنتوي في عانتهاي والروح وحكا أركهاي قروح دي يا جمال كنا ويها يساو بوسكي بي بحنيس إيل إسكود حد عضي أما قد أماها وإيل بوسكي دي بحسي لكن لا ترى نورك بي يكمقن إذا طمست مركل السور إذا إيش أيادا محاول حروبة نينكو هوري أنتو جد نبرك كله في تي أرجع دي تكسي تعلق مه الله يو ومك بقول أتا ومك كنت أنا مدة أيادا مك بحذي لي هذا تعلق الله يحاول إيل هورا نبر هورا كده عي ولقو كلا بحاي وحنا أن أركينين لكن بوس كبو حنيس يقروح إذا أي شوكته إيش أيادا نينكي قلب سوسي السور إذا محاول جربا. طيب أخبرنا أحمد إبراهيم ابن محمد البصري قال حد أخبرنا ابن عائد محمد ابن عائد الدمشق صاحب المغازي قال حدثنا الهيثم ابن محمد الغساني قال أخبرنا العلاء وهو ابن الحارث ابن عبد الوارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى وحوحكم في العين العوراء إش أركت الآن تأهيد السادة أو ديس لمكان بوسك بوحنيس إذا طمست مكلا سورده بثلث ديتها مكتدي صدح ميلود ميل بحكمي لبا كنتن كهالادي إشو أي لهيد محاو ثلث أه كنتن أمبا صدح قيبادو قيبين مركا وحاوي انتاسا وحكم كنتن صدح لقد قوى أمس تضوية 800 لحي 800 ششب يا لحي 800 ششب لحي 800 هالادي ششب قاسا لقار روا. وفي اليد الشلاء قعنت انققني قعنت واودا تشوكتا لكن وقيت قطمو وحبا انقبنين منفعاتي حركات يتحرك وحقب سنين بلا لكن شارك وكوت سنة يساء يقعنت اليد الشلاء إذا قطع المرك اللي يدون النبي وحو حكومي بثلث ديتها مكتدي صدح ميلود ميل قعنت مكتدي محيا هاي المرك في عنتها كونتون حلال ثلث كيد بعدنا لقار ربا مركا ايضا ومركا نقونا يلحي يطون هلات يا تشتب. وفي السن السوداء إلي قمدوباء إذا نزعد هذه اللسيبة بثلث ديتها إلي قاس مكتس مكتها صدح ميلة الضلول إلي قشان هلات بوها وإنك زوم الرأي وأنا إيمان دونا إن شاء الله تعالى سوى فافاسا شانت هلات مبالوقة مصدح ميلة الميل مركا وان هل يبرد هل يتشتب مركا السن السوداء وإلي قمدوب او ماشي كجرو قطمه. طيب هدي لكن مدوغاس او يمدو ان ديفتيسي يا قروخيس وخبا ييلينين واديا كامله واديا كامله الكهم بولله يسميد ارق سيسكو كفرحشاي اي نعف بلان ان لهي عيرت كان يرتوسن يا دانك كواسا لغا هلايا. طيب حديث كان بركه وحديث ولا مخو رغير باوريه رغير باوريه ومخونا كميديا هي نسائي نسائي. طيب أبو داود النسائي كليا أولي وزوائد أبي داود والنسائي على الكتب الستة على الكتب الخمسة أولي. الإمام ابن حزم بان حديث كوريين من طريق النسائي نسائي طريق سكوريا مركا سيدا حديثه وشيغينا وسيد سيدنا عمر يا ابن عباس يقونا يحكم الجرين خلافة سيدنا عمر هدي إلنا عاص الله كينو أول الردي أما قعن نوع عاسو لقوية اللوكينو أما إلق نوع عاسو لردي اللوكينو سيداسو حكم جر ولا مخالف لهم من الصحابة عمر حكم كيسا الموافق لسنة رسول الله يحكم كابن عباس أو كبيغن سنة النبي وخلاف سن مجر وخلاف سن مجر هو صحابة أوي زيد بن ثابت بخلاف لقسو قرية ولم يصح عنه خلافك كما أصح زيد بن ثابت مرك آثار تبابه كتمت وحاول لغو نقونا يا مصنفين كعبد الرزاق ابن أبي شيبة يا الواء أصد لمن منذر بالله قول الله بني سيدا حديثك أجري
fuqahaadu way khilaafeen aktarkooda, alxanafiya, maalikiyo, shaaficiyo, xanaabilo badan waa ka dhaqaaqeen. Fuqahaada la yaqaana nin sidaa qaba xadiidku u sheegay isxaaq ibnu raahuya ka jira, isxaaq ibnu raahuya ayaa ka jira. Madhabka saxaabada cumar iyo ibn cabaas ku tageena wax khilaafsan uusan jirin, fuqahaadu dhinac bay ka mareen. Fuqahaadu marka maxay qabaan iyagu sidaan il aan arag lahayn laakiin meesheeda buuxinaysa oo quruxdaadi leh, haddii la soo rido waxay leeyihiin qaadiga iyo xaakimka qadiyada loo geeyey ayaa xukumahayo, wuxuu u arko ayuu xukumahaya. Xukuma wixii loo yaqaanay xukuma lama gaadhsiiyo arshi muqadar ah, diye muqadara waad garanaysaan. Wixii la odhan jiray shan lama gaadhsiiyo fuqahaad u dhihi jireen weeye, ayagu xukumay u arkaan. Qaadiga fiirin ku ijtihaadi, shan halaad ha kuu xukumo, toban ha kuu xukumo, hadduu doono labaatan ha kuu xukumo, asagay u taalla. Sidoo kale gacantii noocaas ayd ingegnayd ee la gooyey ayadna qaadiga ku ijtihaadi bay qabaan. Waa xukumo iyo ijtihaad qaadi, naskan way khilaafeen. Imaa inaysu xadiidku soo gaadhin, yo imaa agtooda inuu daciif ka yahay, laanna waa ogtihiin riwaayatu camr bn shucayb can abi can jaddihi wadaadaa daciifiya ka yaxya bnu maciin, inkastoo jumhuurtu u badan yahay inuu xasan yahay. Imaam ibn xasm isagu wuxuu leeyahay sida xadiidku uu sheegayo waa ijmaacu saxaaba, yuu tilmaamayaa ijmaacu saxaabati waataabiciin inuu yahay ayuu tilmaamayaa. Oo wuxuu yidhi mukhaalifiintana khilaafsan tanoo kale ijmaac bay ku sheegaan, tanoo kale ijmaac iyo ku sheegi jireen buu yidhahdaa. Saciid Musayib ba wuxuu leeyahay cumar ibn Cabdulcaziis khilaafadiisii ayuu wuxuu u qoray muslimiintii, umaradoodii wuxuu u qoray iyo wulaadii gobol walba culimmada joogta. Masaladan ha la soo weydiiyo, culimmadii gobollaha joogta dhan waxay soo qoreen in gacanta ingegan haddii la gooyo ay tahay thuluthu diya, magteeda saddex meelood dalool, isha noocana haddii la rido magti kontonka ay saddex meelood dalool, iliga noocana haddii la rido saddex meelood dalool. إذا وحول إليه وامد أبو فقهاء التابعين والصحابة ولا مخالف لهم. وركن ضمبي سو قضى الحورين شافعية مالكية حنفية وحول وور أن لوبا هانين. المهم دقى العرس بمسألة كي قال له والحجة لمن تمسك بالأثر وخذ من الرأي ما فسر لك الحديث. خلاصة وإسك إنتاس. باب عقل الأسنان وحول بابي هاي إلكها مكتوذي ilaa qaadi baad noqon kartaa wadaad baa tahay su-aalaha lagu weydiiyo soomaali budh iska madiisi iyo halgaad iyo gacan qaadi iska ogow masalada. Caqli asnaan jamcu sinin ilkaha diyadoodi. Akhbarnaa Maxamed Mucaawiya al-Anmaati qaala xadatanaa Cabaad ibnu al-Cawaam can Xusayn al-Mucallim, Xusayn ibnu Dakwaan al-Mucallim baa loo yaqaanaa. Bacdu nusakh macno kale qorhayeen, xasan bay qorhayeen, waa khata. Ninkii xasan u qoran tahay haska saxo Xusayn al-Mucallim weeye sida kubraha nasaa'i ku yimid. An amru shu'ayb ibn anabi an jaddi qala qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam fil asnan ilkaha khamsun min al ibli, yaani khams min al ibli ba fil asnan ajrumu min sidaas uu sheegay. Almuhim shan halaad ba ka waajibaysa ilkihi, ilki la riday ee dhacay marka sidaas in lagu socdo way sunnadu siday sheegtay way xukunku aan israacin. Horta xadiidkan aan raacin insha Allah ta'ala. أخبرنا الحسين بن منصور أبو علي النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن أبو عمر البلخي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر بن طهمان الوراق. مطر بن طهمان الوراق وأن صدوق في نفسه إلا أنه ليس بالقوي. وراقنا وحلوه بحيي بصرة واقو تشوغي بكتبته من قورين جري كدي من أول إبسين جري طفكنا مرنا وكعاون جري مركا صاصة وراق لويدي. عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان إلكه سواء واسمين خمسا 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 أما هو منصوب على الحال أو على التمييز. أما التمييز بلغوا نصبنا يا وجهة الاستواء محيطة جهة كسمين هو محي وأكون كل دية كل واحد منها ويهاي خمسا من الإبل. أما هو حاله حال كونها متساوية في وجوب الخمس والخمس هوية مركا أمام منصوب على التمييز أو على الحال واحد أنت قدك الكوه واسميهين الكوه مركا هدوا اللبية طبعا هوري يلا باطن دنبوي وأكتهين أفر فولود أفر دولود أفر معيوي واللبية طبعا أنت واللبية طبعا قوسون واللباطن سوسي دام ما دنكا واشن دنكا نواشن إيشن إيشن لباطن كاسوي
ama 10 hoos iyo 10 koro goosu 20 goos iyo waa maxay iyo 12 iyo waxa weeye ilka hore ah laba foolo hoos iyo laba foolo koro safar ma laba dhoolood oo koro iyo laba hoosana waa afar miciihun oo ims waa afar hadii saddex meelood min afar ma waa imsa 12 goosuhuna waa shan iyo dhan walba shan wey dhankan kore oo midigta waa shan dhankan kore ee bidixdana waa shan dhanka hoose oo midigta bidixda waa shan dhanka midigtana waa shan allahum ninka isagu awriyo ilka badan waa gooni soomaalidu intii la isku ogaa ninka ilka bata waxay leeyihin waa ama waa qumay bacaw ah ama waa awliyo weeye soo sidaa maysan dhigi jirin almuhim labaatanka ilig gows dambeedka iyo foolka u horeeya waa isku mag shariicada xaggeeda isku mag wey kiiba waa shan neef oo geela waa shan neef oo geela khilaaf waraa jiray sayidina cumar wuxuu arkay waagi intuu saxadiidka ogaanin wuxuu arkay ilkuhu haddii la yidhaahdo mid walba gows iyo fool iyo dhool iyo mici iyo ilig diidleeda kulli waa shan shan waxaa ka soo bixi ilkuhu haddii la wada daadiyo in mag badan oo ka badan magti nafta ay ka soo baxdo ma aha culimmadu saxaabadu markay ijtihaadahayaan inay waxaan macquul ahayn la imanayaan idan ilka hadii la wadaaday meeqa ka soo bixi 20 meelood oo min shan ama imisa wey 25 ku dhufu waa 100 12kii ilaa hore 5 ku dhufu waa imisa 60 100 iyo 60 halaad wey ilka oo dhan hadii laga daadsho oo intii burs lagu la baxay ku qoyo ku qabtaan bugta ka galiya 160 halaad ba sharci ku xukumaya naftaadi oo la gooyayna waa 100 halaad waad fahanteen baan u malay sidaa dartii sayidina cumar wuxuu waagi xukuma intu sunnada ogaanin ilka hore wuxuu yiri 12ka ah 12ka hore aan ku sheegay waa meeshan shan halaad 12 lagu dhuftay shanna waa 60 halaad sumeyna soomaari gowsaha 20ka ah wuxuu yiri gows waa min 2 halaad 20 gows 2 halaad ku dhufu waa 40 halaad 40 halaad 60ki u geey waa 100 magta ma dhaafi karaan bu meeshu ku ijtaada wad fahantay mar malayni wuxuu leeyahay waxaan ku naqaana shariicada jirka xubnaha ku yaala ee 2 ka badan hal ka badan kiiba konton ba sharci uu ka dhigaa haddii la wada gooyana magti baa la simaa 100 labada dhagood haddii labada lagu gooyo salka laga maro waa 100 halaad labada indhood haddii fag laga siiyo waa 100 halaad labada gacmood haddii lagu gooyo waa 100 halaad ma tamisuma gabadhu labada naas haddii la gooyo waa magtido dhameystiran magtido dhameystiran way idan xubnaha laba labada haddii magti aysan ruuxa magtiisa dhaafi jirin ilkuhu say ruuxi magtiisa u dhaafayaan buule marka halkaas uu celiyo khilaaf kala jiro wada daayda hadeen ilka horana waa shan shan gowsuhuna waa neef neef bay raadee gowsad laga rido halba lagu xukumayo 20 gowso min hal ah waa 20 halaad ilka horo 12ka ahaa oo min shan halaadana waa imisa 60 20 u geey waa 80 saddex madaba meesha ku taala marka sunnadu sidoo xukunto waa maxay in la yiraahdo ilkuhu ka u dambeeya ka u soo horreeya waa isku mid weeye mid walbana waxa ka waajibi shan halaad oo markaa noqoto 160 halaad iyo in qiyaaska cumar loo laabtay iyo ragga ku raacay oo la yidhaahdo gowsuna waa 22 halaad ilka horena waa shan shan oo meesha ka soo baxdo 100 mag ah iyo in la yidhaahdo gowsku waa halba lagu magdhabahayaa kuwa kale oo sidoo caadiga ah weeye oo 80 ka soo baxdo qowlka 80ka u daciifsa qowlka 80ka ka soo saaray nasna ma hayo sunna ma raacin ijtihaad iyo nadar la fahmi karay qiyaas macquul lama imanin waxa ku soo aray marka madhabka cumar iyo sunna idan madhabka cumar waagu hore waxa xukumi jiro ku raacay saciid ibn musayyib sayyidu tabi'in markuu sunnada ogaaday uu ka tagay faraja'a ila sunnati wa taraka ra'ya umar marka ra'yiga inuu ku dhintay iyo inuu ka noqday labada waa la sheegaa oo uu qabi jiray waxaana yeelay xadiidkan soo gaadhay
culimadu waxay leeyihiin waa cilmi khaas ah oo ka qarsoomi kara dad waaweyn, cilmi khaas ah oo culimadu og yihiin oo dadka qaarkood ka qarsoomi karo, ka libdhi karo weeye. Marka waa macduur imaamkaas cumar ah, laakiin maradii sunnadu kuwa cadaato waxa weeye caamada soomaaliyeed way yaqaanaan iriga magtiisa shan halaad inuu yahay garanaya. Tayib, marka soomaali caama ma aha oo culimo weeye, waxaan ka maqan carabiga inay ku hadlaan, af carabiga inay ku hadlaan baa ka maqan. aynu ka socono baabu aqli asaabici, faraha magtoodii buu baab yahay. intayna ka tagin iliga, ayna ka tagin iliga dheeraadka ka war, haddii lagaa gooyo ilkihii la isku yaqaana caadiga ah ama mid dheeraad oo baranka fayl ah ayaa lagaa riday. ilo qoli waxaa jira ilka badan baa jira. marka iliga isaga culimo qaarku waxay leeyihiin ilkuhu la mid yahay, nimanna waxay leeyihiin waa erig zaa'id ah, far dheeraad oo lagaa gooyay lixdaad noqotay, shan farood baa la isku yaqaa, mid kale halkaa kaa soo bootay ama laba suuq baad leedahay. marka far dheeraad oo la gooyay buu la mid yahay iliga dheeraadka ah, uun qaaligu ha ku ijtihaado xukuumo hala siiyo laba halaad iyo daawadiisii qaaliga ku ijtihaaday. nimanna waxay leeyihiin al asnaanu sawaabaa la yidhi, ama zaa'id ha noqdo ama asli ha noqdee, shantun baa laga rabaa. khilaafkana waa jira. masalo saddexaad oo idinku imaan karta, iligii haddii la jabiyo shanta halaad ahaa kolba waxaad qiyaasi inta maqan. iligii nus baa la gooyay, kulligii ma dhicin, nuskii baa la jabiyay, maxaad u xukumi? laba halaad iyo badh. iligu marka waxaad u qaybinaysaa shan meelood, ilaa shan halaad buu lahaay, shan waaxood baad ka dhigi. asagii iligii saddex shan meelood saddexday maqan tahay, maxaad xukumi? saddex halaad. shan meelood afar hadday maqan tahayna, afar halaad. saasaad ku haddii la wada siibana shanti baa buuxsami. iligu kulba intii ka maqan ayaad qadaraysaa. dhakhtarka haddii iisoo centimeter igu soo qabo, iisoo qor, ama adigu haddaad xariifta ku qabso oo qiyaas, kadibna xukumkaasaa lagaa rabaa. taana madhabkaana muran ma laha. xubinkii ilaahay siiyey iyo shareecadu siisay diye muqadara, haddii nuskii ama gabalkii go'aama la jabiyo, waxaad u qiyaasaysaa diyadii baad ku dulqaybin xubinkii, wixii maqan baad dhihi intaasoo neef baad leedahay. baabu aqli aqli asaabici, faraha maqtoodi buu baab yahay. faraha haddii la gooyo, kuwa gacmaha iyo kuwa lagu haba. akhbarna abu al-ash'ath wasmuhu axmed ibn muqdam, أحمد بن مقدام بالله يدهذا. قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن مسروق ابن أوس التميمي. مسروق بن أوس التميمي ومن كبار التابعين، من كبار التابعين، أخذ العطاء عن عمر وغزا في خلافته. ضدك وويناء مشارك الدولة وقرت المسلمين تضعفضها أما قليها الجهادة أما برشد قود بل سنجري بيت مالك بنك الإسلام كلا سنجري ضدك عطاها قادن جري بكجرة بل خلافة عمر رقي الدوري جري هل قم جري بكجرة إنك نوع عام ومن كبار التابعين. روى عنه قتادة ونضع عنه إنه وحقر إمان دون حميد ابن حميد بن هلال وحكورية غالبة تمار با إمان دون ذكر ابن حبان في الثقات واحتج به النسائي وحجرحينا مجره وحجرحينا مجر لا يوجد فيه جرح. أما تعديل تعديل ابن حبان بالهيا هي احتجاج النسائي ابن حبان وحو صحيحية حاكم وحو صحيحية هو شامركة مع علو الطبقة نك الله إذا شارحه هنا وكبر رجوي وحوري سورة قال ما حافظ كان أقول عنه وش أيضا وصح هنا صحوي لكن ما لا بضم يحافظ كسر راعي وكل تقليدي نك النوع عاش الطبقة السيدة هاي وح جرحية جرين إن لا جرحية ما بقى هاي بقى مرك حافظ هو مقبول برأي لين الحديث ما لم يتابع وليس بمقبول. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع عشر عشر فرها وحاكوها جبها هي عشر عشر طبن طبن جيلة طبن طبن جيلة نسائي رواية نحو أرك دون أين خطأ تاي وصوضا أو حر ربا إنو إيه ودحيسيو سعيد سعيد يوم مسروقي يا أبي موسى دحوض إن لقاله يسكد دايا أما غالبا تمر عن حميد لقاله. طيب رواية مركز سعيد هذا أين مرة إنه خالد بن حارث الهجيمي عن سعيد عن قتادة عن مسروق عن أبي موسى هو أركان سنة وحكم قنية أبو أركان وشيك دونا. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب ماشي سعيد بهذا أن يقول لكم بعض النسخنا شعبة أقرن نوحيد أن رواية سعيد بها صحة
إن من شعبة لقدقه وخطأ لمنه حليه لبدا وذات بشعبية سعيد بواوريان حديثك واوريان بيليين ما قال واحد يندقنينك وشعبه قرية مجرى وايا عن غالب ابن مهران التمار غالب ابن مهران التمار عن مسروق ابن أوس التميمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله قال حدا الأصابع سواء الأصابع سواء فرهوا سميهين فرهوا تضضض في رسو وعقل قاد في رسو اسكو داف معها اسكو قرحنا معها فرمروك ستذي فرطة دحاء وقرحسة تنلقوا سبحان الله يستيقوا التعياثي مدى دحاء وقرحسة مدى أيضو بس بوحس وينعف البضان يتور بضان بمالها حق النعف في التبرت وحقبت كنا سلك أحق بضان سلك كل يمركم ماشون كؤر رصده فراه كلا أفرت ماش كلا يسكبوت كهيا سوسم بو جديد كل جسولك أحق بضان أسوهم قول ماشوا قبطوا حتى لقمان فكذا وحلا قفكذا وفرها كلا مرك هذا العقل ينوبن دجنو حدين سلك ورت أمك بضان فرت كلا كحكته كدبنا فرد حذا كحكته فاضم هذا كحكت فريرا هذا كحكت سيدا الله بده يجري أنه فريرا إيوه فاضم يفرد حي يفرد مركسته يسول قمش بالي لذا وركا عرضه يصوم ريب مرم بليني طيب إذن وحدي إلي يسول كوا شيء طبعا فرت النوا طبعا مثلا تنوا سقال تنوا لح مثلا أما سيديد تنوا دي لهذا أما لح ملاس وأنا سيدي صحابة أن حديث كسوغر أي حكومين سيدنا عمر إيه بعض الصحابة علي كمذي هاي وحيكو يجتاد انت فرها لو أي حديث كهيرين إنا إديها نسوق هو طوان هالات رواية كلاوا شان يطوان هالات سوق كان هو وحيد دهن فرطة فرمسوتون هو طوان تان هو سقال تان هو سديد فريد هو اللح سداسي وداد حكومين مركا سنه واسده فرت دخه يا فرمرغسته يا سولك كل على اصابع سواء الكهم ما دام اي سناده وحا كلو سمن فرو واسمه الكهم اسكو داف ما هين قوسهن دمبه وحون لكري وي با لو جيبيا كو دان كان وي توسيان قرخ كلا لكن ملها وحا لو وخ رغود ددكو اركاينا افكو خريب هي وا لابي تونكن إلى جوية أو هريس قليها سام نعفي قبضنا إسكالي أفكنا بلا إيه وحنا قرحية إيه قرحونا كحران تاعي أيضا كان ضمبة وحوي أيجوا وحلا كروا أيبا لوجية هذا كتير مرمري سيدنا عمر أنا جزء من رأيي وساك هذي يجري سيدنا معاوية خلاف اسمك اللي جاري أيه إن لو رفتي إن كذاتين بقرن مهاي يا جوسيبا كذات جوسيبا كذاتي مركز يقول دي هذا جوسها عمر أنا كأقان نبوي يقول عمر الله الله بيو طبعا قارنا وامشان هالات جوسها الله باتن كنا والله والله بهالات أما وهال هال أولها نعرف يقول موسى كرني ما كانوا جوس بيا لي يوحنا قادم جوسون يكن نعرف بدينهين مع الكهرن مركز يقول جوسه وشان شن سيف فرس ويهين شن شنوي مركز الله قرنا يسيوك ديف بدين لكن وحوا ينو موقني شرع لكن ويسنتي فرهاسي مدو الباسي سكوي هاي وي نعفي سكوي هاي واسمي مدير اي مدو والله سمايا اخبرنا عمرو علي الفلاس قال حدثنا محمد ابن جعفر غندر قال حدثنا سعيد بن عروبة عن غالب التمار عن حميد ابن هلال البصري سوما رتهدا وروح عن سمر غالب التمار عن مسروق من أوس مباشرة ورواية سعيد نبي عروبة سداسة أهيد هذا مركة وطريق كإيمان يسيط من عن طريق خالد وعن طريق يزيد من زريع كإيمان يسيط طيب من أخبرنا عمرو بن علي الفلاس حسين منصور وإيدا بيانية صور دافتن كانت آخرنا مايا وإيضا بيوان سو قال دونون إن شاء الله أخبرنا عمرو علي الفلاس قال حدثنا محمد وجعفر غندر حدثنا سعيد بن عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال البصري عن مسروق بن أوس التميمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر رواية با هي الراجحة عند المديني
riwaayadan hadda gelisay bayna ghaliba tamar tamar iyo masruq inta u dhaxaysa xumeed mihila riwaayada gelisay oo riwaayadu maxamed jacfar gundar ah aan saeed ayaa ka xog badan tii hore soo marteen khalid bin harith al-ujaymi aan saeed ويزن الزريع عن سعيد طيب سيدادرت دار قدني لكن وحو رجحا روايه هوري اتصوم الريب الرجحا اسو ان الحميد بن هلال ماشي لقيني بو اسو الرجحا اخبرنا الحسين منصور قال حدثنا حفص وابن عبد الرحمن البلخي عن سعيد ابن ابي عروبه عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس التميمي عن أبي موسى الأشعري قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا بيقول حق أن الأصابع فروه سواء ويسمين حق مكت وكسمين عشرا عشرا من الإبل توجيه أتصمر تنبات كذا أما وحتكون نسمع على الحال أو على التمييز حال كونها متساوية في العشر طيب عشرا عشرا من الإبل مركز الرواية بالحق بدن ولادها بدن كود محايا لي إلى لحافد ومحمد جعفر كمدي هاي يا سيدنا كوري محمد بشر العبدي حماد بن أسامة نك الله إذا هذا المريسين بعد غندر لفتركيسو عبد بن سليمان نظر بن شميل جماعة كوري حديد كإلاء تضبل لحلة قرسيو عن سعين بعروبة عن غالب عن حميد عن مصر وأنا رواية الرج يا رواية غندر رئيس عندكم لعلنا لم نصل إلى بعد إذا ما قر الرواية ده ميدينك، ده طبعاً جرب عليه إذا ما كتب كتاب في عن سوقات، ده بكي يقدر ما يساني. المهم، طبعاً جيل أيها فرول با طبعاً بقى واجب هاي، فرول با طبعاً بقى إليه ضاي. يعني ربما إن حديث كده من فقيات كلام القدوم. أخبرنا حسين منصور أن النسائي قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب أنه لما وجد الكتاب مرك اللي هلي كتابك الذي كتاب كاسو عند آل عمرو بن حزم وأقيا لي ري عمرو بن حزم أكتوضة الخزرجين أنساريين بأهاي الذي كتاب كاسو ذكروا أي شيئين ري آل عمرو بن حزم أن رسول الله رسولك اللي كتب اللهم إنه قري وجدوا فيه كتاب كاسيق النبي قروا وحي كرد حيلين صحابته وفيما هنالك يتابعين الدنبان وجيدا وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا وحي هالكا فراء أما فراء اللغة يدهن نقدين أما فراء قعم يدهن نقدين طبن طبن قيلة كواجب مركب منصوب بفعل المقدر بعد قد قد عشرا عشرا يعطي الجاني جاني وحب حين هيا عشرا عشرا يوم مجنق الصيون هيا مركب فعل مقدرة بمركب لغو نصبين هيا دب ملاها كتابك وحوا صحابي كان عمرو بن حزمة يا نبي أنتم نولا وحوا أدري نجران قبل كان نجران هذا سعودي إيو يمن حدود بدأ هذا الراعي سعودي وحوا قاتل ومن اليمن تاريخ أهان لكن وقتين مرك بيصدوا ماشوا بطال لسكون مقون جاي قبل كاسو نبي أدري عمرو بن حزم ووالكاه دين تنا أمد بري بقول ربنا مرك يمانيت برضو كاتشوي وراق بنا بقول قرأ وخفها فاهني ديججة مقطع أحكام تيدا ديلك أحكام تيس أوردر كتاب لير وين مرك كتابك وحكوت جري ممكن نبي كهلا يفرها سوق جاري إن فر والبا أي تهاي طبعا هلا ده جيل أمك تيدا أخبرنا عم علي عم وأنا كتاب مشهورة كتاب كاس كتاب مشهور صحابي حجي سنترين وطابعين تيقانين وأحكام بدن لقى قادن جريوي سوى مطول أنا من حبان باورية جملة لباب بك وحكو دوي لباب بك وراق دوي أبو داود نوع هنكم مرة سوى مختصر لبتركي سوح لكن سيدا كدير أخبرنا عمنا علي الفلاس قال أحدنا يحمد سعيد القطان قال أحدنا شعبة قال حدثني قتادة عن عكري وعن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حولي هذه وهذه سواء وماشي إلا إشكال كإيمان كروا إن لقوش شيئا هذه مدن فريرة وهذه أصولك سواء وعلى بضا فر أكل فقوي حق الديفاني يا أودان صولك يا فريرة مكلا صفيري وحبايا هيوي يا فريرة صولك واعيدا كفرها أبوه أبوه دوي نكو أود بضوي مركت مقاهان لبضا واسمين تانية يعني نبقى حجي ذا الخنصر فريرة إيو والإبهام صولك تن وسطى ليدادا تن بنسر باليدادا تن صبابا ليدادا عند العرب
farmugsitada mid aan ugu naqaano showeleshan ku murdinaa waan u malaynayaa arabtuna way isku caayaan marka la iscaaya farta la isku taaga way soomaalidu way taqaano hebel waayo hebel hebel kan farna cab kuma fiiqinay kuleeyin in la isku baashan la isku dhibo oo balaay qabta tahay way ogyihiin farna cab kuma fiiqin bay leeyin farta marka sababa la yidhaahdo tana wustaaba la yidhaahdo tana binsar ba la yidhaahdo tana waa khinsar suulkuna waa ibhaam أخبرنا نسمع علي ابن نصر الجهضة من مشيوخ الجماعة وذات كاس قال حدثنا يزيد ابن الزريع قال حدثنا شعب بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن عباس فهذه وهذه سواء تن يكن واسمين عند العرب سلك ومؤنث مركلة المامة هي تن يتن بالورن لكن أنه وحن رهينا مدا يكن سلك بحينوية هاي مذكر بحينوية الإبهام والنبي أجيدا سلك والخنصر فريرادة أخبرنا عمنا علي الفلاس قال حدثنا مركز كان معقربة حديث كوريا مرفوعة ابن عباس الصوم مرتين أو موقوفة مركز ابن عباس مرنا وارف عنجري مرنا وفت وانجري من قوله من قوله طيب مركز صوم موقوفة نسائبها لا تفرده قال حدثنا عمرو علي أخبرنا عمنا علي الفلاس قال حدث يزيد من زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن عباس قال الأصابع عشر عشر أيدية الأصابع مكتفره حوية طبن طبن هادوي أخبرنا إسماعيل من مسعود الجحدري قال حدثنا خالد محارث اللجيني قال حدثنا الحسين المعلم حسين المعلم بعام كوية هاي من ضدك وحبروها حسين الذكوان بان الله يدها عن عمرو شعيب عن أبيه أن أباه عفوا أبيه أي حدث ورب وشعيب بن محمد شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو أووغي أبو أقور قال وحوري صحابي أسلم افتتح رسول الله مكة نبو مكو مكة فرطة سنة كسدادة جردة قال في خطبة خطبة ديرادة أمده أتشيدي يدردارا كأيد ودكتد الدولة كسر بحضاء أهي وحوري وفي الأصابع فراه وحاك واجب يا عشر عشر من الإبية طبعا طبعا قيلة أخبرني عبد الله بن هيثم العبد قال حدثنا الحجاج بن محمد الأعور المسيسي قال حدثنا همام ابن يحيى العودي بالوجهدة قال حدثنا حسين المعلم وابن جريج عبد الملك عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته هذا هو لقي خطبة قورما يهيد وأمرك مكو فرتوه خطبة النبي وحكو دحيد وهو مسند ظهره إلى الكعبة أصور دبر كيس كعبة كتيري ومدن كسي جيدة الأصابع سواء فروا سمين النبي صلى الله عليه وسلم هي عقل ابن آدم وحقوف كان كرا كله من كرا فرهك كلا وناجي كلا وناكسينهين كلا ديف بدينهين كلا قرحسينهين كلا حق بدينهين أي عقل وحكينا يا إن لك راب بضيه لكن عقل وحاول ما لها سر وقبع بعه مركوينه سنده أي حكم يسو طيب هدي الله إذا وحي ديف يا كلا بدنا شالقو وحيه وحكسو بحي نك عالم كشيخة إن رجعت كا يا عام ما يونس كمك نقنن عام هدي اللي دلوا أنا كده نمك تيسة كونتون شيخ عالم كأنا لوا بقول عقلك إنه سوسي كيانية نينك أوجاز ك إن رجعت كدرع وحالي بقول هو يو البويل كده بحوي هاي درع نينك الصومالي كجرو وياه وضو ضقنا هذا سوء ولا لا عليه الله دبال سكفوفا أيا أكتر وحكي هاي نينك الصومالي كتشري لقوا هشين ما هي لقوا مهشين أي أذوق هذا الشيخ هذا عالم كله يها نبو إلا يها الجاهل بقى وأقول له مكتسب اللحدة نصب كنا وكله مركب ما دام لقوا هشين إني إلهي بس ما هي هوش أيضا شرعي قولي طيب مركب أنت إن مركب فراح كبي حين تاسوا حكم كجود علماء مركب وحيسكوا فقنوا كإجماع صحابي تابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا حبناها فرها حبناها فرها أيام مكت الله قيمنية مكت ما قي أهيد طبعاً طبعاً كان حقيقة تمت جعان تنضم با وحيد كنتن هلاد كنتن كهلاد شن تفرض با نبيك وقيمي طبعاً إيا طبعاً شن ملوه من تون عميس جعان تن مكت يدم حي أهيد كنت وإسكو فرده ده تنى كنتن با أهيد فريه كانت هذا النحف يقول وحقبت كذا صفرها ما إذا فريه باللوق يكون تنك فروا البمركة طبعا صار سيكون قادات فقالوا المركة حيث كوا فقير وكله
farahan hadii far walba waxa ka kooban tahay saddex xubnood waxaan suulka ka ahay suulku waa laba xubnood waa aragtay faraha kale waa saddex xubnood ana mishas saddex weey hadii xubinta lagu gooyo meeqa halad xukumi saddex halad iyo hal daloolkeed la xukumeysa illa waa toban halad baad yaha fartan lahayd tobankan baad saddex u qaybi haddii laba xubnood lagu bixiyo lagu gooyana lix halaad iyo hal saddex loo qaybiya laba dalool baa iskugu dari faraha afarta ay muran iyagu malaha ilan waa af saddex xubnoode suulka ayaa laisku khilaaf suulka ayaa laisku khilaaf suulku saxaabadu iyo taabiciintu iyo fuqadu badankood waxay qabaan waa laba xubnoode shanshan baa loo kala jebin inta horaad lagula kaco shan halaad haddii kulligiiba ruf lagu siistana toban maalig baa isagu wuxuu qabaa suulku laftirkiisu waa saddex xubnood halkan hore dhaxda iyo meeshan waxbaa ku jira buu maaliga suulka u qabaa asna saddex baa loo kala jebin buu laakiin sababku waa maxay suulku waa laba xubnood isagu waa nisfaan nus iyo nus wey shan iyo shan masalada waa faahanteen baan u malaynaya ayuuna halkaasay faruhu warkooda ku dhammaanaya باب في المواضح المواضح هو جمع موضحة واللفت مركي عداته نظر كنتو وجهك كاغدعو أما مضحك كاغدعو كدب نهيلب كدبان انتو دافا لفت قاد لفتا آن وحي اللينين أيا موضحة الليلة وعديسو لفت با عداته ونظر ك أي لفت كعدانيس جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وحي قبان موضحة وحي خصيصا inta kurka wajiga iyo madax bay qusaysaa jirka intiisa kala ma qusaysay qabaa waadana waxa leeyihiin meel walba laf ku taalo haddii intii baf lagu sii ay cadaato muddaxa wey oo nabar lagu dhufto baabun fil mawaadixi buu baab yahay laf cadaysada xukumkeedii akhbarnaa ismaaciil mascuud aljahdari qaala xadathana khaalid maxaarit alhujaymi قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو شعيب أن أباه حدث أبيه شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو وأوغي أوغي سي لبادوي قال وحول لما افتتح رسول الله مكة ما كان بمرخ فرتي قال وحول حديث دير ويو آدو دير وإنت نبكسو قادنا يا وذاتك قال في خطبة النبي الحكومي وفي المواضح جراحاتك ينمر رضع عدي لفتة خمس خمس شنشن هلات بك واجب شنها شنها طيب انت ايضا اسكت دبيرتها خلافنا كما يالو وحاون كو سو هري كليا ان لو غو درو هدي نبر كو وجيغو كو دحا ما مدخا كو دحو لفتنا اوسن عدينين ما حد سمي قال دي بعد يقول غو كينو نو خغم با لو ويدي هدو نبر كو لفت غاادو هدي وخا ليلا شن حالات با كو صلاحيسه لحديثي عبد الله بن عمرو عاص عن رسول الله خلافنا كما جرى ولا غربا لكن نبركي lafti buu ku dhawaaday mar cadaynin hilibkii oo dhan buu maray lafti markuu u dhawayay buu istaagay maxaad ku xukumay fuqadu waa laba qaybood qulay yiraahda qaadiga iyo xaakimka loo geeyay ayaa ku ijtihaaday oo wixii rabbi ka garansiiyo ku xukumay ama daawi xogoosha shafahaas iyo war haddana warku waa waxna kuma hayna iska sabar ha yiraahdo intaana daawi u qaaday shafo hal ha xukumo laba ha xukumo qaadiga u taala nimana waxay dhahdaa khaldamine markaynu soo marayna ilkaha soo shanshan looma xukumin haddii iliga qayb ka mid ah la gooyana maxaa loo qaybinaya diyadiiba loo qaybinay farihi haddii qayb la gooyo magti guud ee fartu lahayd baa loo qaybinay sidaa loo yeelay saxaabadu u yeelay muslimiinta ugu ijmaaceen nabarka ku dhacay madaxa ama gujiga ku dhacay lafta gaarina lafta aan cadaynina aan qiyaasno inta sentimitir ee nabarku u jira lafta marka hore waxaan qiyaasaynaa laftu iyo hilibku intee le'eg baa lafta lagu gaaraya waxaa la wariyay laga bilaabo korka ilaa lafta waa shan sentimitir matalan shan sentimitir inta badan afar iyo shan baa loogu tagaa lafta sida loo kala madaxa badan yahay loo kala madaxa buuraya ku xiran daanu malaynaya almuhim dhakhtarkii baa wuxuu qiyaasay oo mooliyey nabarku intuu gaaray wuxuu yihi laba sentimitir iyo badh ayuu gudaha jiraa nabarku
lafti haduu laba iyo bar kala ku darsan lahana uu gaari lahaa maxaa uu xukumi laba halaad iyo bar xukumu dhaqtarku lafta waxa lagu gaaraa 6 cm baa lagu gaaraa nabarkuna waa 1 cm buu gudaha jiraa idan shanti un baa u qaybin 6 wixii uu sintiga yeesho baa uu xukumeysa ruuxa fuqada sida qaba ayaa ka fiican ku wayiri qaadiba indhaha isku qaban qaaliba indhaha isku qaban nimanka yiri waxa ka fiican nimanka yiri diyadii meeshan ay lahayd ha loo qaybiyo kolba nabarku intuu gaaray qiyaasan cala asabi'i wa cala asnan wa cala asnan babu dhikri hadithi amna hajmin fil uquli wa ikhtilafi naqilin lahu hubab yahay إن لا شيء حديث عبد حزم قصة بسنا في العقول أي في الديان واختلاف الناقلين كوي سوغور اسمان راف كذا له إلى حديث عمرو عزم سوغور اسمان راف أخبرنا مرك خلاف كوميش كجر خلاف مؤثر معها مؤثر معها من حيث الصحة وحكاه للدونا راوي ميش كجرة أيار الله اسكو هيا وخلاف كوصة بسنا حديث موصول با مسوى مرسل هذو موصول يهي ما من حديث سليمان بن داود الخولاني با من سوى من حديث سليمان بن أرقم المطرق الضعيف لا بد خلاف قوي وخلافا في الوصل والإرسال والراجح عن الحديث المرسل خلاف كاللبات وخلاف قصابة كموصول كأه والراوغة ماشي كل من سليمان بن داود الخولاني الثقة مياه من سوى سليمان بن أرقم الضعيف انتو بسقى شيء قدونا أخبرنا عمرو بن منصور أبو سعيد سعيد النسائي قال حدثنا الحكم ابن موسى أبو صالح القنطري قال حدثنا يحيى ابن حمزة الحضرمي مدار الحديث وعليه مدار الحديث وعليه وأنا خلافك كباد بإنه الشيء كده ابن خلافك اللي بادنا زوري بكبر الله بنتونا هذا أفر سمرك حكم ابن موسى وإنه هينا عن يحيى ابن حمزة الحضرمي محكد جاي عن سليمان بن داود الخولاني وننثقه و واستافكي أمع عنيره عمر بن عبد العزيز وي من كان دمشقي ما قال هذا الدارية اللي قال هذه لبابية سورية كتها الله إلى يومنا هذا وحالها شكا فرع سيبا تشوكا وريرد لنا قطق مقبائل أوي من كان سليمان داود الخولاني الدمشقي وعمر نبي أدو تعلاوي ولا تشنجري وليبا استافوها وحاجبوها وسرهيوها عمر عبد العزيز نمسود لوي سنجرين إلا من هو من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى بل ذهب وحكمه طريق قديس يحافظك هذه لأنك وحوها عماشي يشقاري عمر بن عزيز بأوي واثقي أورنجري دقيق به إسكي إلى لنجري ننعون ما لغو أرساله وحوه لنجري الرق إله سبحانه وتعالى كحرا عدولة أهل خيرة أيوه لنجري مركا ننكي مركا أمدك وردن وكتش على محظوم ولنس كان مقدما عند عمر بن العزيز بن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري محمد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو حزم عن ابيه ابيه محمد عمرو له رؤيه وليس له روايه نك محمد عمرو ومن صغار الصحابه لو تريا احاديثه اي مرسله نقطه ما هي النبي وي اركين اي وينين لكن وحبا كما يسن ورنين عن جده اوغي ابي بكر اوغي ود عمرو بن حزم وصحابك أنصارك شهد الخندق قزوة الأحزاب إلى وحي كدن بيبو كقايب قلي وقدمنا عامل بنبي وها النجران أتوق جري صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب حقري إلى أهل اليمن ريم حقري كتابا رمبال بوقري فيه رمبالك وحكويا لي الفرائض واجباتك مساء الفرائض الزكاة وحيابها كبحة سيد اللوب بدن الفرائض هنا وحوي و مقوناتي كبحيس الزكاه ارغا وحا كبح جيله وحا كبح لودا وحا كبح ترى ولبا طيب نون حدا وان اطلاق فرائض واجبات كده ان كدغنو والسنن يا كيا لا اي وديات سنوينك شريعته السنن هنا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكم يا لوجد من عند الله يا وديات طيب يا ديوينك با كيا لا مقت سي لو كلا قاتي وحي كو واجبته وبعث وحود دري به بالكتاب مع عمرو ابن حزم كتاب اسمركم مغعابي بو دمبالكن او ديبي او يدي سدا وخا خكون هسا او اوغو فقرات وحا لو اخري رسالتي
فقرئ فعلا لهيد بعض النصوص نقراها فقرئت طيب فواكل فقرات ما عايزين نغنيدكم قرئت فقرئت اي الرساله بلغوا اخري على اهل اليمن هذه تنصبنا نسختها وتان نسخته وعلى الكتاب المنقول عن الاخر وقال كتاب كم من غورسو اي نسخه ليدها مركو حموقنيسه تن وا كوبي لغا سو قورتي كتابكي اصل كا انبو قري هذه تن وحاو نسختها وكوبي جيدي يكي لغا سو من غوريي رسالتي سوبن هو قري ما كو يالاي من محمد النبي صلى الله عليه وسلم كصعت النبي محمد اصعت الى شرحبيل ابن عبد كلال واغاس واسيدي ري منيده ونعيم ابن عبد كلال قصده واغاس لبات قيل ذي رعين ومعافر وهمدان نبي وحو ليهي رجع لبدا محيين رجع لبدا وحاويه قيل ذي رعين رعين هو قبيله يمانيد معافر كنوا قبيل يمانيد همدان نوا قبيل يمانيد صدح قبيل بنبي مغعابي رعين معافره همدان كلها وقبائل من قبائل اليمن قيل كنا والملك القيل هو الملك عند العرب القيل اقيال بالغ جمعيه قيل محلوي ومن القول النافذ بلكن ودرن هينك بق محلوي قنا وحا الله سمي اوكي بالله وان يلي سمي وحا وغا سو ما نغدي لورن ولا فلن كل ما قال ينفذ ما دام مقالدي سي وديس اي فليسو اسغي بحلو تيريي قيل باسغا ليدي عبد النعيم يشرح بيلكي اها قيل ذي الرعين ذي الرعين اوغاسكودي اي ملك ذي الرعين وي يمر دغنا اني حارس انت بساني قران محايدون قران والحارث ابن عبد كلال بعض النسخ باقري هوست يقول اشاره يا في نسخه د وص وها وحلي والحارث مع عبد كلال المهم صدح اوغاس ويه صدح قبيل بين اوكليهن اوغاسي بقر قيل اي قيل ذي رعين اها ومعافر يوهمدان اما بعد حديثك ديرا ولا سوق ابو مخا خسيه وكان في كتابه كتابك لو قري عبد الحزم وحا كيالي ان من اعتبط روحي بلا شيسته مؤمنا روح مؤمنه قتلا دلك بلا شيسته يعني اعتباطك وشيء ان دلك كيماده من دون جريمه ولا قصاص روح بهذا الشيء دم بهذا الشيء ما جرتو ديغو كا قبا ما جرت اذا بضر وأظن تدبك السيدة واتجابين يسيد موسى يلحو ريح عبر من تبع مكالات داري وحل وراس دي وانتجابين هاي بروحوب كان فيرنا برسوح الله إيهو المهم روحوا بلاش كدرت سوى الله ما قرن هاي سوى ميدان صنبرن بواقي أفدوا التاقنيت يدون قربوا بميسر هاو شايدا طيب أن من اعتبط الاعتباط وقتل الشخص من دون جريمة ولا إثم ولا قصاص طيب أن من اعتبط مؤمنا ننكي نروح مؤمنا بلاش كدلة قتلا دلدلة عن بينة ولي بعضين الله يوه وحد شيء مخراتبه الله هي هذا يبقى قرانا يدينا هذا الشيء أما لما قتل الله هي فإنه قوة وقصاص هل هو قصاص لو واحد قدبي إلا أن يرضى إليه هال النقضان أولياء المقتول كولا دلي ولي قد إليه قنعان هذا هو مرة من القصاص هذا آخر هذا كعياري مغنصي وكالو كتاب كقرنا وحاكو قراء وكالي وأن في النفس الدية نفط اللي قوينا بقلبة كواجب مقبة كواجب الدية كواجب وأن الدية في النفس مئة من الإبل عفوا الدية مئة من الإبل بقل قيلة بقل قيلة كواجب وفي الأنف سنك وحاكو واجب إذا أوعب مكلا رميستر جدع قوينتيس الدية أوعب إذا استوعب كدغنطاي إذا قطع كله باللوجي ذا سنكو غرم بالو قوي سنكو انتن ترعسن باللوجي ذا انتن عرطو ذا للوجي ذا ماشن لفتا لغمها الله لفتا كوري قال لبا انده سكوكا قوانو كو اجتهادي هدي لغو رفتا اما ايكو جبتو سنك لغها الله وانتن ترعسن عرطو ذا سمقر نيزان لبدا بال اي انتن دحرة تالي ترعسن عرطو ذا اي غضروفك وليس فيه عض انت سلوجه انت وانت اللي قويه
wixii kala waa lafa way jabtaa waxa la midii lagu goyn haye la goyn hayo waa maxay waa intan jilicsa idan magti boqolka ahayd waxa loo qaybinayaa labada baalood iyo dhaxtaash mid walba hadii la kac maxaa ka laasim goyn hadii loo kac intana la kac oo la baxay qolkana la baxay goonida haye sudan iyo saddex dhaxda waa idan sidii sudan iyo saddex magti boqolkeed qaybiya kana hadii lagu goynaa sudan iyo saddex dhaxda hadii la baxana saddexda qaybood wey waxa laga hadlay wa fil anfi sank waxa ka waajib idaa uu ciba hadii la dhameystiro jadcu goyntiisu oo kulli la wada gooyo adiyatu maqbuuxda wa fil lisaani carabki lagu gooyana carabki baa la gooyad adiyatu maq dhameystiran baa ka laasim wa fi shafatayni labada bishimood bishintan kore iyo hoose baa lagu xaabiyey ayaduna adiya boqol halaad baa ka waajibaysa wa fil baydatayni labada raayood xiniyaha way baydadu labada raayo labada xiniyood ayaa lagu gooyey boqol hadii waa nin ninku u dhammaaday soo ba boqol baa meesha ka laasim haddii mid ugula baxana konton tayib wa fi dhakar xubinka taranka qudhigiisana adiyatu maq baa ka waajib wa fi boqol baa ka waajib wa fi sulbi dhabarka dhabarka lagu gubto lagu kala gooyey sariirta taala marka dhabarkaad beesh adiyatu maq dhan baa waajibays wa fil aynayn labada indhood oo laga soo bixiyo fag laga siiyayna waa indhihi fayooba tii ibirka ahayd waa inuu soo maro xukumkeed adiyatu maq baa ka waajibays wa fi rijli lwaaxida lugti goonida ahayd lagu gooyeyna nisfu diya magtaadi nuskeed baa ka waajiba oo konton ah tii kalena waa konton wixii laba xubnooda konton konton baa loo qaybinaya wa fil ma'mumati nabarka maskaxda gaadha almamuuma min alama laga keena wahiya addimaaq qacba lagu shaalka lagugu dhuftay markaasaa nabarka wuxuu dhaafay hilibkii oo laftiibu dhaafay wuxuu gaadhay xuubkii maskaxdu gaadhay aamadu waa xuubka ku gaaran maskaxda xuubkaasaa aama la yidhahda xuubka mar hadduu muuqdo maskaxdu nabarka gaadho waxaa ku waajibaya nisfu diyati magbarkeed baani ii qoran laakiin nusada waxay qorayaan thuluthu diya wa hadha huwa sawab thuluthu diya hoos buu igu qoraya aniga kubradana thuluth baa ku yimid laakiin nusaqul mujtaba barkeed nisbay qoreen soddon iyo saddex xaalaad iyo hal daloolkeed saddex loo qaybiyey baa waajibays almamuuma wa lugatu lxijaazi lugatu lkufiin wa fi lamati bay ku leeyihin wa fi lamati nabarkii maskaxaystay ee maskaxda gaaraa loo jeedaa waxaan idhihi jireen wadaaddu markay fiqiga wa fi lamati tii habaraysatay habar waa nisba ila lum baa loo jeedaa waa maxay waa nabarka un xoobta gaara loo jeedaa wa fi ljaaifati nabarka dhacay saableyda ku dhacay jaaifadu waa nabarka saableyda ku dhacay qafaska intan feedhaha kelida dhulkan baa loo jeedaa halka dhabarka waran lagaa soo geliyey toori baa dhabarka lagaaga dhuftay bartaa dhadhaqaada lagugu shubay gelowgaa lagaa geliyey almihi nabarka gudaha u dhaca ayaa loo jeeda jaaifada sawaabkuna waxa weeye xataa haddii misigtaa lagaa duuray oo gudaha u dhaco misigtaa lagugu dhuftay gudaha u dhacday xabadda ila misugtu waxay ku aadan tahay kaadi haysta dhulkaas gudaha u dhacdayna waa jaaifo wixii guda galaa ee guda dhaca ee dhulkan xordan ay macdantii alaabtu dhex taal ilaahay ku abuuray u dhaca jaaifa la yidhahdaa tayib min aljawf wa fi ljaaifati tii dhacday oo jawfka ugu fuday nabarkii jawfka u gudbay aطcnat alati nafadat aw nafidat ila aljawf jaaifa wa mida ayadna maxaa ka waajibay thuluthu diya ma'mumadii bay isku mid yihiin wa fi lmunaqilati waa jiraaxada alati tanqulu sigaara alcidaam المنقلة سميت منقلة لأنها تنقل صغار العظام ونبر كم مدح كدعة أما اللفاه كلا كدعة على رأي لفتة انتو جبيو انتو جبيو يو ميش سولي بك الرهاية لفتي بف بي أوران ميش بك دقاقس هدو دكتور كوين اسكو سعلي لفتي وكو سعلي ميش بوس كده تاسل يدا منقلة دا آفر يانا خلدين مدى اللفاه جبي سكالية هاشمة ليدا دا الهاشمة هي التي تكسر العظام تكسر العظام ولا تنقله لفتي الجبين لكن مر ريس وإخريقي لفت لك هل كذب الجوكت تاسا هاشم اللي دادا هاشم دا اسو حديثه كو أصحي مجرى مكتئ ديد
laakiin waxa loo badan yahay Zayd ibn Thabitna ka sugan inay 10 halaad tahay 10 halaad al-Hashim waa 10 al-Munaqqilna waa 15 jaa'ifadu waa 33 hal dalalkeed ma'mumadana waa 10 martay tay wa fil munaqqilati tir raysi lil'idam ba'd al-kasri 15 min al-ibil 15 halaad oo gala ka waajibay wa fi kulli usbu'in min asabi al-yad wal-rijl فرو البو فراها اللقطة يقعمها كم بدانا عشر من الإبل عشر من الإبل وفي السن إلقى اللي تبينا خمس من الإبل وفي الموضحة نبرك اللفت عدينا خمس من الإبل وأن الرجل ننكو يقتل وحلو دلي بالمرأة هاوين ودلي وكوحد قدبي وعلى أهل الذهب تدك الذهب ليقى نحول دقا يقيل يالله يعري من دقانا يسنين هذا يمك بحين هيان ويبقولها بحين هيان ألف دينار كن دينار بإسك بحرية إذن هذا هو حانس ومر رأي حديث كي مرك إنه كهذا الله خلاف كيسي رواية حكم موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري متصلا حديث متصلا خالفه حا خلافي محمد بن بكار بن بلال الدمشقي يو خلافه هي وحو خلافه حكم موسى خالفه ضميرك خالفه وحد علم ليس حكم موسى حكم موسى وحا خلافي محمد بكار ابن بلال الدمشقي با خلافي حونكو خلافي وكان اخبرنا الهيثم بن مروان ابن الهيثم بن عمران العنسي وننكا سغوا مشيخ النسائي ونن ثقه الحافظ بن حجر تقريبه حكوي مقبول مقبول يعني وتبع او الشارح الشارح الاثوبي الهرري وكرع هوش ايدا مشكلة الشيخ أن شارح الله وحكمه تراجم الرواد مكم مريو لا يراجع إلا تقريبا من حجر أو تهذيبه إنه مراجع كتبتي ذهبي وهو أحسن كلاما من حافظ من حجر في الرجال ما مراجعيني هذه المشكلة هذه المشكلة حافظ الذهبي وحكول كاشفك الكاشف لمن له رواية في الكتب الستة وحوله صدوق مشهور نكر هيثم مروان ابن الهيثم ابن عمران العنسي وحوري وصدوق مشهور كتاب تاريخ الإسلام وحكوه وكان ثقة وكان ثقة حافظ حجر حوري وضعيف ما لم يتابع حافظ كل منه لي أحد أجهري ورك أسقى هيثم مروان لم يجرح أصلا قبل ابن حجر واجتاد سعوني وقد روى عنه أئمة منهم النسائي نسائي لفتك زو حول الشيخ خيري لا بأس به أبو عبد الرحمن النسائي حكول حافظ كان سوقري في التهذيب وسوقري لا أدري لما خالفه قرن ما يحقه خلاف نما ذا يحكه والنسائي والشيخ أردق يساء أولي ولا بأس به ذهب أولي وصدوق المشهور وكان ثقة إن أدكو اشتراض وضعيف ما لم يتابع ومشكلة ومشكلة وأشكل منه إنه شارح كل راعي إنه شارح كل راعي ذا كسي الدرد قال حدثنا محمد بكر بن بلال الدمشقي قال حدثني يحيى يحيى هاسواكما يحيى بن حمزة هذا السمري الحضرمي قال حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمي قال حدثني سليمان حدثنا سليمان أرقم أبو معاذ البصري وضعيف بالاتفاق سليمان أرقم أبو معاذ البصري وضعيف باتفاق المحدثين ننكورين صوم مري وحوها سليمان داود حكم موسى وكدغي وداد كا سليمان داوود وداد كان ضنبئ محمد بكار ابن بلال الدمشقي و كدغي سليمان ارقم واني سو مره خلاف كا اسغا قال وحول سليمان حدثنا الزهري عن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن جد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن نبغ وحول ري يمن قري بكتاب قرال فيه كجري اما يكتال الفرائض فرائض الى واجبات كا والسنن يسننكم يوديات مقتل كلقاتي أحكامتي هذا وبعث وحونا الدري به بالكتاب مع عمرو بن حزم بن الله الدري فقرئ وحال قد الأخرية كتابك على أهل اليمن ري يمن بل قد الأخرية وحاكو أخرية صحابي قل له دي بهاد هذه تنتظر نسخته وكوبك اللي قصه قوريي من قوريس كسيوي فذكر وحوشك الرأوية أن تنبيع سليمان أرقم مثله مثل حديث سليمان بن داود الخولاني إلا أنه قال وحوشك وفي العين الواحدة وحكو دري إيش الكلية إلا ردي نصف الدية مقبر كتبك واجب وفي اليد الواحدة هل كعين لقي نصف الدية كواجب وفي الرجل الواحدة لقت كلية نصف الدية مقبر كتبك واجب
قال عبد الرحمن النسوح ها وهذا أشبه بالصواب روايدا ضمب أي أؤك صواب كؤك محايا إلي من حديث كالقرد من حديث يحيى بن حمزة الحضرمي عن سليم أرقم المتروك أي صواب وحان أمرك خلدمي بولي النسائي حكم موسى أي خلدمي والله أعلم. وسليم أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس ابن يزد العيلي باورية عن الزهري المرسل حربا إنك الحديث كان وعان كوية من رواية ابن أرقم لا من رواية سليم داود الخولاني وبالتالي إن لا وصليه أو لا وصليانا ما أهم مشهور المشهور وإنه مرسل ياهي خلاصة كتاب كان عمل حزم عند المحدثين وحجة بالإجماع وحجة بالإجماع سيدة صوابك ومرسل وطريق في موصوله في عن أو ما هي لكن وكتاب أي سلف حجيسين جرين رأي قدونا أوغتك جرى سقدرتي الإمام الشافعي في الرسالة وعيدي أصحاب الحديث وحان أركيب ورأيه وكتاب كان أقبل هيا كانت تقعي رأي قوضة لما في الكتاب كتاب ما إسن حجيسنين بوري إلا مركي أركي إنو يهي ثابت عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة سيدة كويري يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ وحور لا أعلم في الكتب المنقولة عن رسول الله كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله وسيدة سوي أحمد باللويدي وحوري كتاب عمرو بن حزم في الصدقات والديات وكتاب صحيح كتاب صحيح ومع ذلك اكتظه وكمرسل وكذلك أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي أبو زرعة الدمشقي كل قوض وحمرين الراجعون يحدثكم مرسل ومع ذلك هو حجة بالإجماع حجة بالإجماع بركة قضية قسم مشغول ما إنه عقيل اللي بتركزه حول وهو عندنا حديث ثابت محفوظ عن رسول الله لكن وام معي الراجح وأنه مرسل مركب سند كأيكه الله يعني احتجاج كالله بك لباب بيقوتها يسلفك رحمة الله تعالى عليه أي نسكت صعنا أنت سند كأيو شاكري أنت أخري بلان كبح إن شاء الله تعالى مثال كذا نسكت استعجى هذا بالله توفيق.